بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء يتواصل مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، الصلاة كتبها الله على المؤمنين ذكورا وإناثا، ومن ميزات هذا الشهر شهر الصوم مشروعية صلاة التراويح والقيام فيه، وتسعى النساء طلبا للأجر والمثوبة إلى المساجد لإقامة هذه السنة. نود من فضيلتكم بيان حكم ذهاب المرأة للمسجد أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأعمال الجليلة التي اختص الله بها هذا الشهر صلاة التراويح، فهي سنة من آكد السنن، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي من شهر رمضان، ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، كما بين ذلك لهم صلى الله عليه وسلم. فهي سنة مؤكدة استمر عليها عمل المسلمين. سميت بالتراويح لأن عادة السلف أنهم كانوا يصلون ثم يستريحون بين كل أربع ركعات، يصلون أربع ركعات بسلامين ثم يستريحون بعد التسليمة الثانية، ثم يقومون ويصلون أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريحون، وهكذا فيستريحون بعد كل تسليمتين، فلذلك سميت بالتراويح، معقولة من لفظ الاستراحة أو لفظ الراحة، وهي تعمل في المساجد لأنها شعيرة ظاهرة فتؤدى جماعة في المساجد، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وكما كان الصحابة يفعلونها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلونها جماعة في المساجد إظهارا لهذه الشعيرة وتعاونا على البر والتقوى، ومن صلاها في بيته فلا بأس بذلك، خصوصا المرأة، فإن المرأة كونها تصلي التراويح وغيرها في بيتها أفضل لها، حتى الفريضة صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، لما في ذلك من الستر والصيانة، ولما في ذلك من الرفق بها، لأنها امرأة ضعيفة، فصلاة المرأة أفضل أن تكون في بيتها تراويح أو غير تراويح. وإذا أرادت الخروج إلى المسجد لصلاة الفريضة مع الجماعة أو لصلاة تراويح أو لصلاة الكسوف أو غير ذلك من الصلوات التي تشرع لها الجماعة، فإنها لا تمنع من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات وغير متزينات ومتجملات. فإذا أرادت المرأة الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح أو غيرها أو حضور مجالس الذكر فإنها لا تمنع، لكن بشرط أن تخرج متسترة وأن تخرج بغير زينة، لا في ثيابها ولا في حليها ولا في بدنها، لا تخرج بأي نوع من أنواع الزينة، وكذلك لا تخرج متطيبة لما تظهر رائحته فيسبب لها ذلك الفتنة وتعلق قلوب الرجال بها، يحصل بذلك الفتنة، وهي إنما خرجت لعبادة وخرجت تطلب الأجر. فإذا خرجت مخالفة للآداب الشرعية فإنها تكون مأثومة غير مأجورة،
مأجورة غير مأجورة، فترجع بالخسران، ولا يكفي أنها ترجع بالخسران فقط، بل ترجع بالإثم وترجع بالعقوبة. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لا تخرج للمباهات بزينتها، ولا تخرج من أجل صرف الأنظار إليها، لا تخرج من أجل اللقاء بفلانة وعلانة وشغل الوقت بالكلام والهذر، أو شغل الوقت بالنظر في فلان وفلانة ومن أقبل ومن ذهب، بل تكون غاضة لبصرها، متسترة بثيابها، غير متجملة وغير متطيبة، وتذهب إلى المسجد وتجلس لذكر الله وللصلاة بخشوع وأدب وحياء وعفة. كانت نساء المهاجرين والأنصار يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لما نزلت هذه الآية بادرنا فالتففنا بمروطهن وسترنا رؤوسهن ووجوههن، فخرجنا إلى الصلاة وكأنما على رؤوسهن الغربان، يعني جعلنا الخمر على رؤوس الخمر السوداء على رؤوسهن حتى أصبحت كأن عليها الغربان من الستر بالسواد. فعلى نساء المسلمين اليوم ودائما وأبدا أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يلزمن الحجاب والحياء والعفة وترك الزينة وترك الطيب عند الخروج مطلقا وعند الخروج للصلاة من باب أولى. نعم. عودا إلى فضيلة الشيخ، إلى إذن الزوج أو ولي المرأة للمرأة بالخروج إلى المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله، هل هذا للوجوب؟ هذا للإباحة. هذا للإباحة، ولهذا قال: وبيوتهن خير لهن. فهذا إذن إباحة وليس إذن استحباب ولا إذن وجوب، وإنما هو إذن إباحة. وإذا أساءت المرأة الأدب ولم تلتزم بالحجاب ولم تلتزم بالحياء فلوليها منعها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن الخروج إلى المساجد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة في مكة أو في المدينة وأرادت فضيلة شهود صلاة الجماعة سواء الفرض أو التراويح في المسجد الحرام أو النبوي، هل ينطبق الكلام نفسه من حيث أن خيرا لها أن تبقى في بيتها وتصلي أم نعم الأمر يختلف؟ هذا ينطبق عليها في كل مكان، في مكة والمدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، قال هذا في المدينة وفي مسجده صلى الله عليه وسلم، فبيتها خير لها في أي مكان، في مكة أو في المدينة، ويكون لها أجر مضاعف كما يكون لها أجر مضاعف كما للرجل، لأنها امتثلت أمر ربها عز وجل، ولأنها في مكة هي في الحرم، الحرم كله سواء، ما كان داخل الأميال وكله حرم وكله تضاعف فيه الأعمال. والكلام نفسه أيضا في المدينة، والمدينة نعم لها الأجر فيما امتثلت من أمر الله ورسوله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي كان معنا فيها فضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما بين ووضح وجعل ذلك في موازين عمله. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.